الغيرة عند النساء من كمال الحب، والغيرة عند الرجال من كمال الرجولة. فكلما ازدادت الرجولة ازدادت الغيرة. يحكى أن أعرابيا في زمن الجاهلية زفت إليه زوجته على حصان، وبعد انتهاء الزفة قام هذا الإعرابي فقتل الحصان. فسألوه لما فعلت ذلك؟ قال خشيت أن يركب سائق الحصان مكان زوجتي ولا يزال مكانها دافئا. إنها الغيرة، إنها الغيرة يا سادة. عندما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبق به طعام مع الخادم، فقامت السيدة عائشة فضربت الإناء، فضربت الطبق فانكسر. فضحك النبي وقال لقد غارت أمكم. إنها الغيرة يا سادة، الغيرة التي جبلت عليها النساء. ما أغار، فاعلمي أن الحب تجاوز كل المراحل، وأن كل الكلمات عجزت على أن تصف حبي لك. عندما أغار فاعلمي أنني لا أريد من هذا الكون إلا سواك، وليرحل العالم. والسلام عليكم.